بمتابعة من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أطلق صندوق الزكاة والصدقات مشروع سهم الغارمين للعام الثالث بهدف إطلاق سراح عدد من المعسرين ذوي الديون والقضايا المالية، حيث يأتي المشروع هذا العام مصحوبا بحملة عيدهم في بيتهم والتي أطلقها فريق أبواب الخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة عدد من الإعلام والفنانين ورجال الدين، وذلك دعما للمشروع الذي يأتي بالتعاون مع المحسنين وعدد من المؤسسات الخيرية في إطار المسؤولية المجتمعية التي حث عليها ديننا الحنيف، لا سيما في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل. مبادرة من فريق أبواب الخير، وهم عبارة عن مجموعة من الأخوة البحرينيين المتطوعين في خدمة إخوانهم المعسرين من أبناء هذا الوطن، وفي ظل الله سبحانه وتعالى تم تفريج كربات ما يقارب 251 معسر ومعسرا، وهذه الأموال قد تلقيناها تبرعات من مبرة عبد الرحيم الكوهجي وكذلك بنك البركة وكذلك من ذوي اليسار. بفضل الله سبحانه وتعالى صندوق الزكاة والصدقات بطاقمه من الرجال والنساء قائم على قدم وساق في استقبال التبرعات لهذا المشروع، وكذلك إحالة المحتاجين أو استقبال المكالمات لهذا المشروع، ونحن نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يصل المبلغ إلى 200 ألف دينار أو 300 ألف دينار ليوفقنا الله سبحانه وتعالى بأن نفرج كربات ما يقارب 300 مواطن ومواطنة ممن قدر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.